دلوقتي نروح لمحافظة سوهاج اللي هي في الحقيقة من المحافظات اللي ليها نصيب كبير من المشروع القومي لتبطين الترع اللي بيتم فيها تأهيل 172 ترعة بتكلفة 1,600,000,000 جنيه عشان ترشيد المياه والحفاظ على البيئة وتحسين جودة الري. خلونا نتعرف على تفاصيل أكتر عن المشروع. معانا عبر الهاتف المهندس كمال ميدان وكيل وزارة الري بسوهاج. برحب بحضرتك، صباح الخير. اهلا، صباح الخير ازيك يا استاذ سانت وازيك يا استاذ احمد، وصباح الخير عليكم وصباح الخير على مصر كلها. اهلا بحضرتك. اهلا اتفضلي. تكلفه بتزيد عن مليار ونص لسوهاج، بتعتبر موازنه كبيره جدا. وضح لنا نسبه الانجاز في الترع المستهدف تبطينها. الحمد لله، في اطار المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع على مستوى الجمهوريه بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزاره والحقيقه وزاره الموارد المائيه والري بيقوم باتخاذ كافه الاجراءات للانتهاء من المرحله الاولى. والحمد لله احنا في سوهاج حظت محافظه سوهاج بكميه اطوال مقرره كبيره. نعم. فعندنا الكميات المقرره 335 كيلو جاري اعمال فيها حاليا، مشروعات جاري تنفيذها. نعم. نفذنا منها حوالي 140 كيلو بنسبه 42%. القيمة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها أو الترع الجاري تنفيذها 956 مليون جنيه. سيادتك النهارده الحمد لله يعني تم الانتهاء من حوالي 39 ترعة من إجمالي 123، وجاري حاليا تنفيذ اتخاذ العمل أو العمل في 84 ترعة جار حاليا. عندنا 21 عملية لثلاث قطاعات من أكبر القطاعات في وزارة الري، وساعتك بيتم طبعا التنفيذ بمعدلات عاليه جدا، والحمد لله يتم متابعتها بقيادات الوزاره وعلى راسهم معالي الدكتور الوزير محمد عبد العاطي. ويوميا بيتم المتابعه والتنفيذ في المواقع. عندنا الحمد لله يمكن 15 موقع شغالين باستمرار يوميا، وبالاضافه انه جاري حاليا مشروعات جاري صالحها عندنا حوالي. طيب باشمهندس كمال، اللي حضرتك بتتحدث عنه ده بالنسبه فيما يخص نسب الانجاز والتنفيذ، لكن انا هنا يهمني اعرف من حضرتك على اي اساس بيتم اختيار الترع المرشحه للتبطين والتحديد الخاص بيها واختيارها، وهل يعني كل ده بينضم طبعا او بينزل تحت المظله الاكبر لمشروع حياه كريمه، المشروع القومي الخاص بالمبادره بتاعت سياده الرئيس يعني. تمام سعادتك يا استاذ احمد، احنا حاليا في سوهاج في 7 مراكز ضمن برنامج حياه كريمه. نعم. واحنا الحمد لله بدانا في تطبيق البرنامج ده من سبتمبر 2019، وحاليا الحمد لله بالنسبه لجميع المراكز الحمد لله عندنا مثلا مركز ساجولتا، عندنا الممشاه، عندنا دار السلام، عندنا البليانه، عندنا صيمه، عندنا طهطه، يعني كل المراكز. افهم من كلام حضرتك ان انتوا افهم من كلام حضرتك ان الاختيار يعني ايه اخترنا زي ما سيادتك بتقول. نعم. ايه الترع اللي احنا اخترناها؟ طبعا احنا اخترنا الترع المتعبه اللي كانت دايما القطاعات بتاعتها يعني طبعا يبقى لها يعني منشاه منذ عشرات السنوات. نعم. فطبعا القطاع المائي بتاعها اتغير واصبحت فيها مشاكل، والمهندسين بيعانوا من توصيل الماء لنهايتها، والاهالي برضه بيتعبوا لان الدور بيتاخر عليهم وكده. احنا تم عمل دراسه بان احنا نختار كمرحله اولى واولويه اولى للترع المتعبه دي، بحيث ان هي بسرعه نعيد القطاع المائي بتاعها ويكون في اعلى كفاءه. واخد بال حضرتك؟ نعم. وطبعا ده تنفيذ الترع المتعبه كمرحله اولى بتحقق نقله حضاريه ورفع مستوى معيشه المواطنين برضه من خلال توفير فرص يعني عمل. هي بتتماشى بشكل عام مع فكره القرى الاكثر احتياجا لتحقيق نوع من انواع العداله في التنميه، وهي الاهداف الخاصه بالمبادره بتاعه حياه كريمه. تمام عليك. طبعا كل هذه المراكز داخله في حياه كريمه، ومن والطرق المتعبه برضه سيادتك دخلنا حاليا برضه في المسائل المتعامة برضه من خلال هذه القرى اللي بتحتاج الى قرى حياه كريمه واللي تم اختيارها كمرحله اولى. يعني بالنسبه برضه طبعا سيادتك الترع دي بتساهم في تحسين البيئه وتشجيع المواطنين على الحفاظ على الترع وحمايتها من التلوث وزياده الانتاجيه، وكلها بتصب في خدمه المواطن السوهاجي في سوهاج. نعم. بالنسبه برضه حياه كريمه
يوميا بيتم برضه بالتوازي مشروعات اخرى يمكن سيادتك تعلم بها لبرنامج حياه كريمه، مستشفيات، مراكز طبيه وخلافه على اعلى مستوى يعني سعادتك. وكله طبعا دي معدلات تنفيذ احنا يعني بنسرع في تنفيذها بسرعه حتى المواطن السوهاجي يلتم تنفيذ خدمه بسرعه وتحل مشاكله يعني وتكون ظاهره. ودي طبعا بتمثل للدوله ولسياده الرئيس اكبر يعني خدمه لهذه القرى، بحيث ان هي تنهض بسرعه ويحسوا بوجود الدوله جنبهم ومساعدتها لهم في اي وقت. ايوه يا فندم. طب باشمهندس كمال، يعني حضرتك كنت لسه بتتكلم من شويه على توفير فرص عمل، كلمنا اكتر عن فرص العمل للشباب اللي اتوفرت في الفتره اللي فاتت، ولو في عند حضرتك ارقام. والله هو سعادتك احنا عندنا يمكن 15 موقع. طبعا انت عارف سعادتك ان الاعمال في اعمال التبطين بتحتاج الى عماله كثيفه، وطبعا هنا سوهاج الحمد لله يعني العماله طبعا فيها يعني زي ما سيادتك تعلمي عماله كبيره جدا برضه، وكل يعني الناس بتشتغل، لكن انا ما عنديش رقم معين. ولكن عايز اقول لسيادتك ان مثلا لو تقول لي في الموقع مثلا 50 عامل، في 20 موقع يمكن ندخل في 1000 عامل او اكثر كمان. طبعا بالنسبه ده اللي موجود في العمل، انما بقى بالنسبه للي بيجيب بقى مون واللي بيجيب مش عارف يعني كل ده اللي بيخدم عليه مثلا يدخل في 1500 عامل تقريبا في الفترة دي. يعني ده هديك رقم من عند انا يعني بعيدا يعني عن الارقام، لان احنا عارفين ان كل هذه المشروعات بتوفر فرص عمل سواء كانت فرص عمل مباشرة او غير مباشرة. لكن خلينا نروح للموضوع الرئيسي لينا، وهو فكرة تبطين الترع في المحافظة، في محافظة سوهاج بشكل عام او قرى محافظة سوهاج. هل في جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع وتحقيق الخطة المطروحة للتبطين؟ طبعا انا عندنا طبعا المرحله الاولى هتنتهي 30/6/2022. نعم. وطبعا هننفذ فيها حوالي 370 كيلو ان شاء الله. يعني انا قلت لسيادتك نسبه الانجاز حاليا 42%، بالاضافه ان احنا برضه جاري طرح اعمال للمرحله الثانيه بنستعد لها من دلوقتي حاليا بعد 30/6. نعم. والحمد لله يعني يمكن جهزنا دلوقتي جاري طرح للاعمال حوالي 180 كيلو ب 680 مليون جنيه، ليكون الاجمالي مليار و600 مليون جنيه ان شاء الله. يعني على بدايه المرحله الثانيه ان شاء الله بفضل الله يكون يعني انجزنا من الرقم ده يعني نسبه عاليه ان شاء الله. يعني على المرحله الثانيه والخطه المستهدفه يتم الانتهاء من الجدول الزمني كمان بشكل عام. احنا طموحين، مش فكره نسبه كبيره، لا احنا طموحين اللي يتم الانتهاء من المشروع برمته بشكل عام خلال الجدول الزمني اللي موضوع واللي تم مناقشته اكيد مع مجلس الوزراء. الباشمهندس كمال ميدان، بنشكر حضرتك كوكيل وزاره الري بسوهاج.